هلو هلو، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا طلعت قبل كده قلت لكم ان احنا عندنا جهاز هايل اول مره ينزل في مصر، مفيد جدا وبيعمل سكاننج للجسم كله. الجهاز ده اتفقنا ان انا هدي فكره عنه، فكره اشمل. الجهاز ده بيشتغل بتقنيه الرنين الحيوي، هو بيسجل للجسم كله شفرات كهرومغناطيسية وبيرسل كودز عن 47 أورجن في الجسم. بيقول كفاءة الجسم شكلها ازاي، كل الأورجنز بتاعت الجسم كفاءتها شغالة ازاي. بيقول ايه الجينات اللي ورثينها عن أهلنا، جينات ضعيفة أو الجينات المتحولة، نسب الهرمونات في الجسم عاملة ازاي، المعادن، الأملاح، الفيتامينات، حالة العظم، كثافة العظم والباك بون، العمود الفقري، المفاصل، حركة الدم ماشية ازاي في جسمنا، والكربون دايكسايد والأكسجين. هو بيعمل مسح شامل عن الجسم. التقنية دي شغالة بقالها فترة في رسم القلب بالموجات الصوتية والكهرومغناطيسية ورسم المخ، وتطور الموقف بقى يعمل سكاننج للجسم كله. الموجات دي بتترسل لأمريكا وبعدين بيجيلنا ريبورت من 26 ل 30 صفحة مفصل تفصيل شديد، بيقول لنا كل عضو حالته ايه، وعلشان ناخد منه كفاءة أعلى من كده مفروض نعمل ايه. البروتوكول اللي مفروض نتبعه، والبروتوكول ده بيختلف من حد لحد تاني طبقا لقراية الجسم كله. أنا شايفة أنه جهاز الأمثل لأي حد عنده مشكلة صحية مش عارف إيه سببها، لحد مر بعلاج، خد ميديكيشن كتير قوي ومش عارف إيه تأثير العلاج ده على الكلى أو على أعضاء الجسم التاني، أو لو حد عنده هيستري في عيلته، يعني هيستري مرضي وعايز يعرف مدى تأثيره عليه، أو عايز يتجنب أي مشاكل صحية it might انه يقابلها، عايز يعرف الجي اي تراك او معدته شغالة ازاي. انا شايفة ان هو التقنية دي هتسيف مشاكل كتيرة قوي صحية ممكن نمر بيها. مبسوطة قوي ان هو نزل في مصر، ومبسوطة ان احنا عارفين نشتغل عليه بالكفاءة دي، واتمنى ان كل حد يجرب الجهاز ده. احنا وي ستارتد نشتغل بيه بقالنا شهر، والريبورتات اللي بيجيبها بنتابع البروتوكول اللي بيديهولنا، وبنفصل البروتوكول لكل حد طبقا لطبيعته البيولوجية. اتمنى انكم تجربوه، وان شاء الله هتلاقوا نتائج هايلة منه. شكرا ومرسي على متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله في لايف تاني.